مجلس النواب بالخلافات والتناقضات بين مكوناته النيابية كافة حول قوانين الانتخاب المطروحة ليتأكد أن المولود الانتخابي العتيد لن يبصر النور في حضانة البرلمان، بل سيكون نتاج صفقة سياسية لم تنضج عناصرها بعد. إقليميا، حذر مسؤول الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل فهد المصري عبر الام تي في من مجازر كبيرة سيرتكبها النظام في الأيام المقبلة بناء على القصف التدميري الذي ينفذه في ريف دمشق وحلب. وكانت موسكو حذرت الغرب من البحث عن حجج للتدخل في سوريا، فيما وضع طهران سقفا للأسد يجب ألا يتخطاه، وهو استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه، وإلا فقدت الحكومة مشروعيتها. نبدأ بجلسة اللجان النيابية المشتركة التي لم تكن مختلفة عن سابقتها بحيث ظهرت حدة المواقف والاصطفاف السياسي بمواقفهم من قانون الانتخاب. رئيس الحكومة زار عين التيني ونقل عن رئيس مجلس النواب حرصه على قانون للانتخابات ينسجم مع اتفاق الطائف ويبدد هواجس كل الفئات. في التقرير الخاص، هل من يحاول جر صيد إلى أتون من العنف الطائفي ولأي غايات؟ وماذا تحمل الأحداث الأمنية في طياتها؟ تقرير هيثم خوات. لبنان المدني استنكر الحملة على الشيعة المستقلين ورأى فيها تحريضا على القتل وتهجير، وحدد نقاط اختلافه مع حزب الله. هذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة. ننتقل الآن إلى الزميلة مجدة الخطاب. أوردت وكالة رويترز معلومات أن قائدا في حزب الله ومقاتلين آخرين سقطوا في سوريا، وقد أعلن موقع تابع لحزب الله أنه شيع علي حسين نصيف الملقب نصيف نقلت عبر بوابة المصنع. في سياق متصل، تحدثت صحيفة الوطن السعودية عن مشاركة طيارين إيرانيين في قصف مواقع الجيش السوري الحر في حمص وحلب وإدلب، مؤكدة أن أعدادا من الحرس الثوري الإيراني معظمهم من الطيارين وصلوا إلى مطار بيروت بمواكبة خاصة من أمن حزب الله، وتوجهوا إلى سوريا حيث شارك عدد منهم في قصف المناطق التي يتحصن فيها الجيش السوري الحر. الاشتباكات الأعنف في سوريا تدور في ريف دمشق وحلب، وطهران تحذر النظام السوري من مغبة استخدام أسلحته الكيميائية. أساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية لوحت بإضراب تحذيري ليومين في حال لم تقر مطالبهم في أول جلسة لمجلس الوزراء. تقرير حسين خريس. بعدما نشرت والآن الصفحة الرياضية مع الزميلة صابر جبرة. في عكار، بعد نشر وثيقة سرية تكشف أمرا فوريا بتصفية الشيخ عبد الواحد ومؤتمر صحفي لفعاليات عكارية، دعوا خلاله مجلس الوزراء للانعقاد فورا وإحالة الملف إلى المجلس العدلي. بعد مقتل أبو عباس أحد القياديين العسكريين لحزب الله في مواجهات مع ثوار سوريين، تردد معلومات عن مقتل 15 عنصرا من الحزب على محور قصير حمص. سلسلة انفجارات تهز حلب منذ الصباح، وثلاثة منها تدمر نادي الضباط بشكل كامل وتوقع عشرات القتلى والجرحى. اشتباكات عنيفة في حي الحمدانية والإبراهيم في بيروت خلال الأيام المقبلة. جلسة عادية لمجلس الوزراء وعلى جدول الأعمال المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا، ولا تعيينات بانتظار عودة سليمان. بري، المناقشات النيابية بشأن قانون الانتخاب دبكة سياسية لا يعرف رأسها من آخرها. نقاط سلسلة الرطب والرواتب لن تحال للقطاع العام قبل إيجاد مصادر التمويل. حرائق في أحراج القبيات وعكار العتيقة امتدت ليلا إلى جوار المنازل، وطوافات الجيش تشارك في عملية الإطفاء. ترقب كبير اليوم لأولى المناظرات الانتخابية بين باراك أوباما وميت رومني. هذه الأخبار وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم. ابقوا معنا.